السلام عليكم. زار مؤخرا والي ولاية العاصمة مشروع تاع المتحف البحرية الوطنية اللي سوف يتم إنشاؤه في الفضاءات اللي جاية تحت الأرض على مستوى ساحة الشهداء، واللي سوف المتحف هذا سوف يكون ملحق للمحطة تاع ساحة الشهداء. اللي بهذا الانجاز اللي الاشغال راهي مازالت سايره، سوف اذا يكون من بين محطه ساحه الشهداء سوف تكون من بين اكبر ومن المحطات التي تحتوي على متحف بهذا الحجم. ان شاء الله الاشغال تنتهي، وان شاء الله تكون عندنا وقفه اخرى مع هذا المشروع الهام وحضاري ليؤرخ لمدينه الجزائر العاصمه وللجزائر بصفه عامه بكل تفاصيله. سوف نتعرض إلى هذا المشروع. إذن نترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.